ذكر على المنصة من قليل محمد البهنساوي الله يرحمه تجلب علينا المسألة أسماء أخرى وائل حجاج موسى الدليل عبد الدايم الشاذلي علي القنديل وآخر أقول صدق بعد قليل سعيد الصغير بخشر ليه سعيد كده من كتاب ليه كده من كتاب أقول صبحة الكتاب هو في الرساء اسمه فرسان للهزائم ثم هقول بعض مقاطع من قصيدة هي كتاب اسمها هز الشجر نبكيك يا صاحبي ولا نفرح لك لساك ما بيننا وقلب مطرح لك وحياة كتاب العشق منسينا ولا حد فينا سد مطرح لك عيني علينا يا بلد عيني متغربين وانت اللي بتعيني طب عيني علينا يا بلد عيني متبعترين وانت ما بتعيني يا همطارة يا نيل هنتلاقى ولا الليالي السودي فراقة من الجيدة يا أرض للساقة شايفين غراب البيت برمحتك نبكيك يا صاحبي ولا تبكينا لساك على العهد بتردد أمانينا واقف على الشط بتباهي المدى بينا واقف مع النخل بتعد النوى والطم وتنمي جين الأصالة في المتاع والطل يا صاحبي ليه انتمائك ما هو زي انتماء البعض وليه دماءك ما هيش فترة كدم البعض وليه همومك ما هيش سهلة كهم البعض وليه دموعك ما بتجفش كدمع الناس خلينا انا في اضطرابي وانت في مرماح وجودك ده انا اللي مدفون غيابي وانت المحرر نبكيك يا صاحبي ولا تبكينا بساك على العهد بتردد امانينا واقف على الشط بتباهي المدى بينا واقف مع النخل بتعد النوى والطم وتنمي جيل الأصالة في المتاع والطلع يا صاحبي ليه انتماءك ما هو زي انتماء البعض وليه دماءك ما هيش فترة كدم البعض وليه همومك ما هي سهلة كهم البعض وليه دموعك ما بتجفش كدمع الناس خلينا انا باغترابي وانت في مرماح وجودك ده انا اللي مدفون غيابي وانت المحرر بوجودك وايه يعني وايه يعني لما نموت مش ذل او ملقوت وننتحر نوبة وايه يعني لما يفوت مصر وكياك وتوت وخمسمائة طوبة وايه يعني لما شتا يجي دفا او برد وايه يعني لما الشتا يجي دفا او برد وايه يعني لما الملايكة ينزلوا للأرض وايه يعني لما الزمن ينضار لنا بالعرض وايه يعني لما الفلاسفة يصبحوا في الدين وايه يعني وايه يعني وايه يعني يعني أرجو أن تقرأ الفاتحة على أصدقائي الراحلين